هاي اللود شو صار هون بعد 180 زادت؟ لا لا بصير في كنترول هون، بصير المفروض يصير في كنترول. اوكي هذا الاوتوماتيك درايف هذا تبع البا ايش سميناه هذا؟ الباتري سميناه يعني انفصل عن السوليوشن لا هون يا شباب ايفابوريتر. شباب هون لما حكينا الميرورز عملنا بالضبط ايوه دي فوكس ممتاز دي فوكس فوكس بالضبط ايش اسمها هاي؟ بارشل دي فوكس بيرفكت هذا البارشل دي فوكس هاي شايفين تاثيره هون هذا يوم مشمس يوم مشمس ما شاء الله عنه درجه الحراره لو انا خليت الفوكس بقدر بتزيد التمبرتشر عن 180 بس انا حددتها كست بوينت وهنا لو انا لو ما عندي ميزه البارشل دي فوكس وعملت دي فوكس لكوليكتر كامل بصير فيها دروب كبير التمبرتشرز بس انا حافظت عليها الكوليكتر حافظ لي على ال 180 تبع عمل بارشل دي فوكس الان الحاصل هاي الكوليكتر هاي الشيلر هاي الستورج الكولد ستورج هاي اللي هو باللون الاحمر اللي هي مقدار الهيت اللي وديتها للشيلر اللي بالازرق مقدار الكولينج اللي انتجت لي اياها الشيلر بالكيلو وات هاي اللي هي هذا يوم يعني شوي السولار راديشن فيه فلكشويشن وهاي يمكن الكل البيرانوميتر شفتوا صورتهم قبل هاي المرة هذول واحد اللي هو الجلوبال اللي باللون الأحمر دكتور أنا النت عندي كثير سيء فأي أنا عامل ريكورد إذا في إشي راح عنك ممكن تسمعيه في سؤال لحد هون لأنه ضليت أطلع يعني ضل يطلعني وأرجع طيب الصورة هاي بتعطيني temperatures الانلت والاوتلت اللي بيدخلوا على الكوليكتر اللي بيدخل على الكوليكتر واللي بيطلع منه وهنا بالفترة هاي السولار راديشن كان كويس ووصلت ال 180 وما بدي درجة الحرارة تزيد عن هيك سيفتي لانه البرشرايزد ووتر اللي عندي مش ثيرمال اويل ولا دايركت ستيم فصار الكوليكتر نفسه يعمل عندي بارشل دي فوكس يعني بعض الميرورز يعملها تلت حتى ما توصل أشعتها على الريسيفر الكيرف هذا بيعطيني اللي هو مقدار الهيت اللي وداها الكوليكتر على الشيلر وهذا اللون الكيرف الأزرق بيعطيني مقدار الكولينج اللي انتجت لي الشيلر التو لاينز اللي باللون الأخضر بيعطوني مقدار درجة الحرارة اللي هي بردت لي اياها الشيلر إذا تلاحظوها تحت الصفر كلياتها يعني بلش يمكن 12 13 أو بلش 20 بهذا اليوم بعدين وصل لي لدرجات حرارة لسالب 6 أو سالب 7 سالب 6 او سالب 7 في امبيانت حوالي 40 نحكي عن هاي تمبريتشر ليفت عشان هيك احنا احتجنا لايش لهاي تمبريتشر على الجنريتر سايد هاي الداتا تبعت السولار راديشن اوكي وهاي عشان نفحص الافشنسي تبعت الكوليكتر انا عارف السولار راديشن وعارف الانلت والاوتلت تمبريتشر وعارف الماس فلو ريت تبع الكوليكتر وبقدر من خلاله احسب الافشنسي الافشنسي اللي هي باللون الازرق الافشنسي بهذا اليوم كانت بحدود 30% كيف نحسب الافشنسي اللي هو كيو كوليكتر على الاريا تبعت الكوليكتر في الدايركت نورمال راديشن اللي وصل عليه 30% مش قيمه كبيره بصراحه وهون بنرجع بنحكي انه الاوبتيكال افشنسي لللينير فرينل مش كثير ممتازه في اشياء بدي اعمل لها سكيب صراحه هذا مشروع عندنا بالجامعه الاردنيه فلات بليت كوليكتر مع ثيرمال دريفن شيلر في مركز حمدي مانجو يمكن حكيت لكم عنه لما كنا على سطح الهندسه هاي البرفورمانس تبعه بالايام اللي كان شغال فيها هاي الشيلر تشتغل على اللو تمبريتشر ليفت وبالتالي هي بدها لو تمبريتشر هيت سورس يعني 60 70 كانوا كافيين لها هون يعني تقريبا 68 وهي الكولينج تعمله لدرجه حراره 13 في عندي بالأردن كلياته تقريبا 10 مشاريع سولار كولينج مش كتير الفكرة منتشرة في مشروع في بيت العقب البيئي في مشروع في جامعة مؤتة كسولار كولينج نحكي هاي الرسمة حلوة بعرفش إذا فرجت فيها سابقا ديفلوبمنت ايرلي ماركت ماس ماركت هاي البروجرس اللي بتمر فيه أي تكنولوجي لها علاقة بالإنرجي وهنا بالواي اكسس عندي الماركت ديبلويمنت قديش نسبة استخدامها بالماركت
ببداية أي تكنولوجي بيكون في شيء اسمه High Cost Gap Technologies، يعني المكيف العادي بشتري ب 400 دينار خلال ساعة بيكون راكب عندي، Solar Cooling System ممكن يكلفني 10 أضعاف. عشان هيك أي تكنولوجي في بداياتها إيش مالها الHigh Cost Gap موجودة فيها. بعد شوية باجي على Solar Space Heating على سبيل المثال، بلاقي إنه Low Cost Gap، يعني لما يدخل للماركت الصغير والله موجود بالماركت. بعد شوية التكنولوجي بتصير ماتشور تكنولوجي وبتدخل مرحلة الماس برودكشن. إذا دخلت التكنولوجي مرحلة الماس برودكشن الإنتاج الكمي الكوست تبعتها كثير بتنزل، وبالتالي بتدخل يعني بتصير تنافس الكونفنشنال تكنولوجيز الموجودة. الشغل بالسولار كولينج بدأ يمكن بالأردن بالجامعة الأردنية، هاي سطح كلية الهندسة. الصورة زي ما انتم شايفين قديمة بال95، كلياته لوكالي مانيفاكتشرد، عمل بمشاغل كلية الهندسة. سولار كوليكتر مع كوندنسر، يعني سولار كولينج سيستم بسيط. هذا المشروع بعرفش اذا نفس الشركة اللي ركبت الكوليكترز اللي هي اندستريال سولار، هاي شايفين السولار فيلد هنا. هذا استاديوم صغير بتسع ل 500 شخص، يفترض انه تنعمل فيه قرعة كأس العالم القادمة في قطر. لا بعرف اذا مع الكورونا والكذا الامور رح، طبعا الفيفا اشترطت عليهم انه المباريات لازم تكون بسقف مفتوح، يعني لازم هذا السقف خلال المباراة يكون مفتوح، فهذا السقف متحرك عملوه خلال قبل المباراة بيكون مسكر ومبرد السبيس هذا، لأن درجات الحرارة بتوصل عندهم 50 ل 48. هاي السولار فيلد. طبعا هذا المشروع مش فقط ديزاين، مشروع تنفذ. هاي الكونسنتريتنج كوليكتر اللينير فرينل ريفليكتر بيعطي الهيت لهوت ستوريج تانك، بيشغل ابسوربشن تشيلر او ثيرمال دريفن تشيلر، بيبرد كولد ستوريج والكولد ستوريج بيبرد السبيس. وهاي عندي الكولينج تاور، الكولينج تاور وظيفته انه الهيت اللي اخذناها من هنا نطردها للكولينج تاور. هاي التشيلر اللي اشتغلوا استخدموها 750 كيلو وات، الكوليكتر اللي استخدموه عدد الكوليكتر الموديولز الابيرتشر اريا الجروس اريا البرشرايزد ووتر لحد 16 بار الافشنسي الموجودة فيه. إذا في إشي مهم هون بتوقف عنده. هاي صورة الاندلوسز إذا مرة حكينا عنها سابقا، لاحظين السولار راديشن إجا هون ضرب بداية الميرورز وصار ريفليكشن، هالمنطقة كانت انلت، وبينما في جزء من الراديشن اللي ضرب هالمنطقة طلع برا الكوليكتر، هاي بنسميها الاندلوسز. الاندلوسز الكوليكتر قصير زي الكوليكتر اللي ركبنا في تونس 16 متر راح تكون كبيره، كوليكتر لينث الاندلوسز تقريبا 15%. بينما نفس الشركه ركبت نفس الكوليكتر لجامعه سيفيليا في اسبانيا، طول الكوليكتر 64 متر، فالاندلوسز ما بتتجاوز 5%، يعني هي نسبه من اللي بحتاجه، من يعني تتناسب كل ما كان طول الكوليكتر اطول بكون تاثيرها اقل. الاندلوسز. والله يعطيك الف عافيه، اذا عندكم اي استفسار. عافيك بالنسبه لنوع الكوليكتر، ليش فرينل البارابوليك تراف ما لا انا بزبط. طبعا بزبط، بس انا فرجيتك صورتين حكينا لك احنا عملنا المشروع استاديوم تاع قطر، استاديوم تاع قطر ليش عاملين فرينل؟ طيب ممكن تكنيكي هيك الأوفرز اللي وصلتهم. الفرن اللي له ميزات، شكله حلو، اللاند يوز تبعه الويند لود تبعه أقل، له ميزات برضه. كوست وايز ما سألوش هم بصراحة، يعني أنا نفس صاحب الشركة الألماني بحكي لي، يعني بحكي له كم يعني كم بعتوهم السيستم هنا، قال لي آخر سؤال سألوني إياه كم سعر السيستم. أول سؤال سألوه حكولهم متى بجهز، فهي أولويات بتختلف بين مشاريع عنا ومشاريع مكان ثاني. أوكي. بالإضافة لأنه الشيلر اللي استخدموها للستاديوم بالهند بالقطر من شركة اسمها ثيرماكس، شركة هندية، فبرضو يمكن كان في كولابوريشن بين الشركة الألمانية اللي تصنع الكوليكترز والشركة الهندية اللي تصنع الشيلرز.
يعني ممكن هاي أحد الأسباب برضه. خير ماكس. يس. كيف الوقت المناسب لكم برمضان يا شباب؟ كل عام بخير أولا. بخير. في موعد اللي هو يعني تفضل بعد الثلاث. بعد الثلاث بكم؟ يعني دكتور أنا مرات بداوم فما بسبط إنه نعملها صباحي بالنسبة إذا حدا بده صباحي. وأنا كمان دكتور عندي شغل للثلاث. للثلاث. أنا مش سامع أنتوا شو بتحكوا مبدئياً، صوت بيقطع. إحنا بنحكي عن موعد المحاضرات في رمضان إن شاء الله. هلا أربعة ممكن. أوكي. أربعة للسبعة. أربعة للسبعة. بتكونوا مصحصحين؟ نفترض مصحصح. احنا الاول واحد محاضره ضايل. احنا ضايل تقريبا محاضرتين، محاضره بدنا نحكي عن التور وعن الدش، ومحاضره نحكي عن السايت اسسمنت والايكونومكس ان شاء الله. بعد الفطور صعب، ما بعرف اذا في حدا عنده مشكله بعد الفطور، لو بعد الفطور مباشره كمان يعني، او يعني بعد فطور نص ساعة. أنا حاسة إنه بعد الثلاث بكون أحسن وقت. عارفة يعني لو دكتور هي حضرها ثلاث ساعات المحاضرة؟ لا ممكن أقل. يعني مثلاً أربعة، من أربعة لستة مثلاً. ماشي. الأربعة لستة good option. أربعة لستة good option. أوكي تمام. يعطيك العافية دكتور. الله يعطيك العافية. واحنا ان شاء الله بنشوف يعني قبل المحاضره بوقت هيك بنرد نتاكد من الامور تمام ان شاء الله. ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. شكرا. ما في.